الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عدي بن حاتم الطائي، عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد ابن الحشرج ابن امرئ القيس ابن عدي الطائي، عدي رضي الله تعالى عنه لنكي جواد كهاي ديغت كهاي او قلن فرنانتو مثلا كقال راي او حاتم لراي نقي وسداليو كنيد اسمي لراي ابو ضريف يا لراي. عدي من حاتم الطائي رضي الله عنه مبه اسلامي سنتكي سغالت هجرية يا اسلامي سلم بدني وانا صواب كأه من الشيء سنتك التم نادني نسها اسلامي كهرنا مي بهاي لن نصراني او هاي لن قال اه نصراني او هاي اسلام نمي دي سنو كسونا لمركوسها اسلامي حلقة الدد الرياسي او دات فربا ومركي ريدا وين بس اسلام نمي دي سنو كسونا دي قوم شيء او قبيلة بيلة رو او انتو مسلمين تهايتي إذا كوات شوها أروري مركز ميبا إنشان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن عراق مركز لفراينا أو مسلمين تفراينا وسنة كغيب قاضي اللي جري كدبنا ميبا دبي عدي من حاتم كوفي دبي إن دبالكي أو مسلمين تدتي أو دحمراي أو الشام معاوية يا علي مركز ياسين رياينا علي على صفنا أو دبالكاس أو سفين لن كساينا علي عدي رضي الله تعالى عنك غيب قال ان مين ادي مذيه تاريخ ده ان هي اللي هدو مركي مراسي ولك دم بيتي ادي مذي سؤال دوق نغذي سؤال لن وايلا نغذي عمر جينو انا دار ريا ما بعد الستين ادي مذي علم القار ما يرينا سؤال بقول الا واتن جرأه يدي مذي علم القار رايان قار ما يرينا بغلسي تنسني يديري رايا أنت أذا آمنت رميتي إذا كفروا مركيو قالوا وين يا رميتي وعرفت وأنا كست إذا أنكروا مركيو إنكرن ووفيت بلنتينو أوفذي إذا غدروا مركيو بلنك بيصوبيا وأقبلت وأنا قابلي إذا أدبروا مركيو جيتسرين. عمر بن الخطاب يساس أري عمر رضي الله تعالى عنه إنيس الساس أرينا أهوري إمام أحمد رحمه الله تعالى إيو إمن سعد إيو غير شو إن أثر كان أنت ولا أكدر عدي ميلي رضي الله تعالى عنه عمر عن كوي أنا الله صعب دات أور هركي كمدة مركاس عمر ميبا قل قلي دات كان إلا صعب إنيس والنقام دي أنين أو جيت مركاس أنت أنا كهور جيت دي أما أريه أتعرفني إكساس الآن. فقال عمر مالي نعم ها آمنت إذا كفروا وعرفت إذا أنكروا ووفيت إذا غدروا وأقبلت إذا أدبروا وركاسير مركاسين كدري إن أول صدقة بيضت وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة كهريتي ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أصحابتي سجيش إدايتي صدقة طيء قبيلة ذكرتي قبيلة طيء لأرو صدقة يديبين. ابن حجر الاسقلاني من كتاب جل الصحابة في تمييز الصحابة وها كوروريه وقصدها في أثر كاسي من النسبة أحمد في ابن سعد غير شون ما إرأي وبعضه في صحيح مسلم أو في مسلم في سنة التاسعة للهجرة سنة كي سغالت هجرية دان أي هجا سمي انخضوا أي للإسلام إسلامك ملك بغر من ملوك العرب بغر ذي عربية كمدة بعد نفور فوراو إيو إسلام كدديو كدب مدو مركيوش إسلام كسو كدد سناي يسانات كاسان هقان سن والانا نقلا دي للإيمان إيمان كي أن نقلا دي بغر كاسي بعد إعراض جيتدو كدب وسد جيتدو كدب وأعضى الطاعة طاعة يسي للرسول عليه الصلاة والسلام بعد إباء ديد مكدب ذلكم كيدن كاس هو عدي بن حاتم الطائي
لانك عدي بن حاتم لرايو الذي كاس او يضرب المثل مهما لانك قال له بجود ابيه او جيد دكت نمدس او جيد دكت نمدس يا مثل يا مهما لانك قال ذاية ورث عدي عدي مبدا علي الرئاسة ملحت نمدي مبدا علي عن ابيه او شيء فملكة طيء قبيلة طيء لأرويا بغر كوالي عليها كرشة أو دي حاتم ركيل واي يا عدي ما راح تنمي ده علي قبيلة طيء يا كرجي بغر اندورت وفرضت له وفرضت قبيلة طيء ميبا انفرض ولي له لعدي الربع أفرميل دميلو من غنائمها غنيمون شكمدة مربع ولا رايح لقي جاهلية لانكو اوغاس كأه اما الرئيس كأه اما بغور كأه دقالها بقبيل كقالة ولي حوالي لها هلا دقال كاسمر كيلة قال ولي حوالي لها هلا افرميلو دو لنقيبية هالميل بغور كالسية اما اوغاس كالسية ما داما طلقي اوغاس ان ييسو اس انديق طوان هذا ومركاس شو انتو مدل اسو انك مشغولي ويد رجيه والال والي بلها باعة اما لها غني ميسدا افرميلو دو ميلو اسول له ميل اراي مربع وفرضت ما يبان فرض ولا قبيلة الطير اللي أروا له لعدين الربع في غنائمها غنيمين يعني غنيمك الأساس إما جرنا ما يبان الكويتين هي واعية ودكيل حكى دعايا وأسلمت ما يبان ديبتي إليه إلى عدين القيادة هو جنكن ديبتي ولما صدع الرسول رسولك مركيوس الجهري صلى الله عليه وسلم رسولك الكريم وينك سناي بدعوة الهدى والحق دعوة هنونك حقه مركي رسولك يسمو جيئوس اللجاري ودانت له اسمه قانسنتي العرب عربته حيا بعد حي قبيل قبيلك كدنب حيا قبيله قانسني بعد حي قبيلك الكدب فأعدي عدي ميب أرغي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ميب كأرغي زعامة ملحتنما أطوشك انضو أن تقضي إنيك تخلصت على زعامته ما راح تنمدس مركي أرجع عربتي أدين إسلامك جلاس لانكست أمير هاي ورسولك هو سيرو مركيوس أرجع يا ما يبي يسأري زعامة محمد أما ما راح تنمد محمد ما يبي هنصعته ما راح تنمد إني باب إذا هو هذا مركزين إليه كوسارته ورياسة ورأى ما يبي أرجع عدي رياسة مدح تنمي أرغي أو ستقضي ستفضي ديرسي دونت ستفضي بمعنى ستؤدي إلى إزالة رياسته مدح تنمي سنية الزولد فعاد أولاد أنقاذي أولا يتمي عدي الرسول رسولك أولا يتمي صلى الله عليه وسلم أشد العداوة على تيمك الدرنا يتي رسولك أولا يتمي وهو لا يعرفه سوء كسانة يا مركيوس أرجي دكتون أو إسلام كي جراها يان أو دلالو سكديد على بغرتو يديس إما راح تنميدس درادية رسول كسون أرمي على تنقاذي وأبغضا عدي كهذه هو رسول كي صلى الله عليه وسلم أعظم البغض كهلوك إنك درنا يا رسول كهذه قبل أن يراه إنتي سن أرجنا كهرب وظل ميبا كسون هذا عدي على عداوته على ديس أول الإسلام إسلام كسون على ذيو قريبا من 20 عاما لواتن سنة قدوات يقال او اسلام كي ادم على ذيوهاي حتى شرح الله الى الهي واسع ويله صدره هبتشي لدعوة الهدى والحق دعوه هنون كي يحق الى الهي سبحانه وتعالى قلبي يسم نقلاي والاسلام عدي من حاتم عدي من حاتم اسلاموشي ميبلت قصة قسلة او لا تنسى لنهل مامنا فلنترك الرجل فلنترك ان كتبنا للرجل لانك نفسه نفسة اهانتيس الحديث كشيكيوكي وركان ضعفني وعن قصته لك ورمة فهو رجلك بها بالقصة اولى اسيك حبونا شبنا انو سيشيك وبروايتها وريوشين اجدر اسين قلموه او اسين مذن او اسين ضعفني اسيك حقله قال عدين عدي ماري ما من رجل لن مجرأ من العرب عربتك مده
رجلكاس او كان هذي اشد الضرم مني ان هجي كراهة كهضو لرسول الله صلى الله عليه وسلم او رسولك الهي لك هذا لان عربي انا او ضرناي نيبان او رسولك لني بذا مجرن لي حين سمعت به مركان اسديقي فكنت ميبها امرأة قف او شريفا شرف له وكنت ميبها نصرانيا دينت نصارى اقو كسوغا هاي وكنت ميبها يسيرك كسعد وهاي في قومي قوم كيدتيس يبل مرباعي مرباع وكلا دري رجل يعني ربع الغنيمة او مركز قاضي جرن فإيسك في الجاهلية فأخذ ميبا قاضي مرباع كلا دري رجل ينفصر هاي فأخذ ميبا قاضي جري الربع أفرميلد ميلو قاضي جري من غنائمهم قوم كي وليها غنيمة سلا كما كان يفعل غيري سغير كي بصو بيجري او من ملوك العرب بغرطة عرب تكمده بغرطة عربية تكمده فلما سمعت مركيان الديغي برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي مركيان الديغي كرهته كهذي ولما عظم امره رسولك مرجي مركيو سهوين ذي واشتدت يا اتكيستي او درستي او حويستي شوكته اووديس مركي رسولك اتكيستي اشتدت شوكته يعني ازدادت قوته رسولك اووديس مركية زيادة وجعلت قذقل جيوشه عيدمدس وسراياه عيدمدس ليا تشرق انية بريستة وتغرب يا قلبيستة في ارض العرب والكعرب يعني مدونية لنقوم او ارقوم ايا وررك قادة مدوني ارقوم ايا وررك قادة او مركول لك الشيء الشرقي يعني بري ميلي اذا كدل راس هجه جهدهم هجوا عيدما أو أصحاب تنين وأحمد كميدة وانتجرن لاري ما دونا انتجرن لاري يعني ما عيدما رسولك يؤدون كدافيس أما جزيرة العرب إني كدور كوري يغن يقود قلن يقول تمي بس أري لغلام لي ونقو أن الله يرعى إيلي قال إذا جاء مبان أري لا أبلك فلما عظم مركي ولما عظم مركي ويندي أمره رسولك مرجي صلى الله عليه وسلم واشتدت يزيادة درستي شوكته أبوديس وجعلت يقود قليه جيوشه وسراياه عيد مديس تشرق مدونة إرقون هجيه إني أنبطه وتغرب مدونة إرقين هجيه إني أنبطه في أرض العرب والكعربات مركي أرانتاس نغتي يقولت ميب أري الغلام لي أنقو أنا إنسغنا يرعى إبلي قال إذا جاي من أري لا أبا لك أو من ليه دي أعدد لي إن دياري من إبلي قالي نوقا حل إن دياري حلا غص أو سمانا أو كلس سهلة القياد هقا فضس واربطها حلا غسي كهير قريبا مني ميلان هاي دوين كهير أمنت الله سكيري ومي أغ مركي أرانتاسا أغ هذه مي بليا ونقي أو قال إن داجة مي بان أري لا أبا لك لا أبا لك ميلي كلمة تقالو كلمة والعراو في المدح والذم ما دون أمانا لن أرى ما دون ولبو آيتنا لن أرى ما حيدار يوم والمراد بها هنا المدح هذا ما يبلغ مجيد أما لا أبل لك أو أرى أو دتك استعمال يوم أو مرمرنا لن نجيدنا أرى ظاهر إن نجيدنا أو لوك استنا جرت سأنا هل دذا أرى يوم أنا بير دذا أرى يوم جه دذا أرى قبل ما لم ولا استعماله نار نار قال يا كيرا ما ريه أعدد لي حين دياره من إبلي قال إيه جي نوقا حلاها إن دياره ناقا أو نوق لك جمعي حلا غس أسمانا كلس سهلة القيادة أو هقا انفضس ومر كله الرضوضة تنبيبانا واربطها هير قريبا مني ميلها إن دونها إن كهير فإن سمعت هذا الديد بجيش عيدن لمحمد نبي الله محمد انصغنا صلى الله عليه وسلم أما بسرية سريتنا جيش كليلك مدى ذاكين ولي بو سرية جيش كتير يرت بيوتد ير يا جيش كالأراء أولي مركاسي رسولكم الله سعن بسرية أما سرية أو من سراياه عيد ميلس كمدى قد وضئت دنيها كسرنتي هذه البلاد ذات الكون كان يا عيدن او عيد مدي محمد كمدة وانتها قالي هو بعد ديبد
فعلمني هاي شك هلا انت هاي انك دياري وركني ان دبا قال ما انت ذا ليك ده اذا ما او اذا ما دي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كم ده ودى الكاحة قلان هو بعد ليك ده هاي شك عديا ونجي ساسن لدر دارن فروا انس دياري هاي يقهو وفي ذات غدات هرابتو يا أقبل علي غلامي نجي إنكوي وقال ما إير يا مولايا سيدك يو ما كنت تنوي ولأذفضاسي أن تصنعه إني أذصوب إذا وضعت مركيها كسور أنت أربا كدلكا خيل محمد نبي الله محمد فردوليجي هو دلكون كويان ولأذصوب إذا فغاسي فاصنعه الآن هدصوب إذا هو بدلكو كوي ولأذصوب كويسو بالله صوبسي فقلت ماري لي ولما ميجر ثكلتك أمك أعرك وايتي ميجر فقال ماري نجي إني أنا قد رأيت ميب أرغي رايات علامة أو تجوس خلال الديار قريت لك يوم راس تجوس خلال الديار تتجول في أرجاء الديار أو قريالك أما الدار وقدتيو رايات وكوري غسو أرغي فسألت عنها رايات كاسويدي أي إن أري فقيل لي ميبا لي أري هذه جيوش محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد عيد ملي سويا لي أري عديم أري فقلت له ميبا أري لي غلامك أعدد لي هاين دي أري النوقة حلاغي التي حلاغي أو أمرتك أنا كفري بإعدادها ديار يوشي وقربها مني وأنا هاين دواي حرايا لهن دياري وهن رواي ثم انت سيدي ماري عدي نهضت هنجري كهي لساعتي ساعدي وطاسع وكهي فدعوت ميبان ويري اهلي اهلكي واولادي اولادي يا ميبان كويري الى الرحيل الى الرحيل قورو وعن الارض للكل كقور التي دلكاس او احببناها ونجيلين دلكي نجيلين ميكو قورن وجعلت ميبا قذقلي أغد السيرة سعودك إنان الددجي نحو بلاد الشام بلك الشام هجيه إنان هنددق قذقلي لألحق سأن هنهلا يلاهم قوي بأهل ديني داد كان اسكو دين أنا بأهل ديني دينتي إهلجي سأن هنهلا يلاهم من النصارى نصارى ذاك مدة وأنزل بينهم نتيونا نندق ميلو سجيلي ديغان جاهي هكروراهي دين تيسا هالروري او غالنما دي نصرانية دا هايتي دادكي اسكو دين كهايين او شامر كاس ديقنا هايين ميلا كوي عدي ماري وقد اعجالني ميبه ايد الدجيي الامر ارانتي يعني وارر كي عيدا مدى اسكويو ديو ميبه او دو الدجيي عن استقساء اهلي اهلكي اني ان هوادا كوبا استقساء اهلي يعني جمع اهلي كلهم اهلكي دا مانتي اني ان ها كلمي ماي بها ودد جي ارنتا يعني غير كي دن انن هودا قادا ان سورتو وايتي دغدغ رورا لك بهاي مركم ما دام دغدغ هايتي اهلكي قار كميده وكو تبي كويس وقد اعجلني ماي بها دد جي الامر امرت ارنتا دد جي دي عن استقصاء اهلي اهلكي انن هودا كوبا كلهم دمانتيو فلما اجتزت مركي انا غدبي فلما غورتي اما حليي اجتزت أن قذبي مواضع الخبر ميلي خطرت هاي ميلي إذن هاي هوب هذا لها في دير ويكو قوب ذكر هوب حدود سئل دير تمركون حتك كبتي ميلان إسل هاي ميلان كأبس هاي هوب أن قذبي يتفقدت ميبا بارباري أهل إهل كيفير فيدي أي مقو فإذا بي قد تركت أختا لي ميبا أرغي أنوها كتبي قبرت ولا ليئه في مواطننا بوس كانون الرغدي او في نجد اه مع من بقي هناك من ضيء قبل ضيء دات كهرين يا لهرتي يرتي ولا عليها هايتي انا الى دلا غاسي او كي هراجي هايتي يا مركي لها غوراي غبرتي يا وهكا طبي ميلالان كتبي ولم يكن لي من سبيل ما نمين سورت وانا جدنمي ان كبنا وين الى الرجوع اليها اني انا نغا اني مركاسي انا ولا غبرتيها ودينا سورتغال من هايناري ولم يكن لي من صغناين من سبيل والجدء الى الرجوع اليها اني انغض مركون يا بابا قال لي دكك لبتباليك هايك
فمضيت به بمن معي قد كان إلى جرين يلا سعودي حتى بلغت الشام إلى أنا بلك الشام في الديري وأقمت نقالي فيها في الشام يا كنقالي بين أبناء ديني دتك إسكو دينك هايني أنا ولا دهرو نصاراني أمي لدقنايتي يلا الدقي أما أختي ولا علي معها فقد نزل بها ميبك الدقي ما كنت أتوقعه ولا أنك أبصغاي وأخشاه أنك أبصغاي ولا أمد لياي أنك أبصغاي يوال علي قبصي لقد بلغني ميبه إديري وأنا في ديار الشام أنا أضل كشام روغ يا ميبه إديرتي أن خيل محمد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عيد مليس أغارت نيها ويررتي على ديارنا إذوغا وأخذت يقاضتي أختي ولا علي في جملة من أخذت دتكي يقاضتي أكدها جرت ومن الصبايا قفالك كميدة وسيقد ويودي إلى يسري مديني لمودي قلت ولا لي سايتي ذاتك قفالك يقل لي ذات بلغ أقول لك هاي مديني لنك هيا بحق لي ميلة لمودي وهناك ميلة مدينة يا وضعت مع الصبايا ميبا لدجيه يؤو ذاتك لها قفالك جرت في حذيرة حرضة وعند باب المسجد مسايت كبالي سايت فمر بها إيها مري فمر إيها مري بها بأختي ولا لي النبي عليه الصلاة والسلام رسولك عمري فقالت فقامت سرنتي إليه رسولك أن سرنتي وقالت ميرت يا رسول الله إليه رسول شيو هلك الوالد أوك دمذي وغاب الوافد ولكن مقناري فمن علي إقل ذيسي من الله عليك إليك إقل ذيسي أو كين دمذي وافد كين يعني هدو راجع وكود ولا لكن مقني بلامي توعها إن نهر يسوي قال لا يسوي إلهك قال لا يسوي فقال ميري ومن وافدك أي وافدك كو قال ميرتي عدي من حاتم عدي فقال ميري الفار من الله ورسوله كي إله رسوله يكرريا كاسا شغايت ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله به وتركها اسم كتاب جبرتي يومي لروب فلما كان الغد ما لنتي في هيدي بريت مركل الديري يا مر بها رسولك همري جبرتي فقالت له ما بن ارتي مثل قولها هذا الجا اوكل بالامس الشلي فقال لها فقال رسولك مري لها للمرأة ما بن اري مثل قول هذا الجا اوكل فلما كان بعد الغد مالنتي كهيك دي مركي اللي ديري مالنتي سيدة هذا مر بها همري مر رسولك همري صلى الله عليه وسلم بها قبرتي وقد يئس ديوك قرصة تيمين رسولك جي صلى الله عليه وسلم فلم تقل شيئا أو البمان أرض فأشار لها ميبا أن تلما مية فدنو لنكو ومن خلفه قدال جي زوغي لنكو رسول قدال جي دراري يا ميبا إشاري أن قومي إليه انسرو وكلميه لهذا فقامت إليه انكتي فقالت مئرت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك قال فقال رسولك مئرت قد فعلت صوبي فقالت مئرت إني أن أريد يعني ويكمان إذا دول ميكين هايسد قد فعلت فقالت مئرت إني أن أريد ميبا فدي اللحاق إني أن هلهلة بأهلي في الشام فيركي الشام فوقان إني أنا سيبف ذه فقال ماري ولكن ها لا تعجلي ان دقدق دي بالخروج بهوك ان دقدق دي حتى تجدي الهي عذك هلاسة من تثقين به لان عذك كلا الصغنطة ومن قومك داتكا كمدة ليبلغك سكين ديرتي داتكا سي اما لانك عذك كلا الصغنطة ليبلغك سكين ديرتي بلاد الشام بلك الشام فإذا وجدت ثقة لان عذك كلا الصغنية هو بعض عرق ده فأعلميني هإنشك وميلا رأي ميكين ديدن لكن شليد أنبطو لنو هلفة إلى إلادة كهلات الشام كديرو سوك كجيو خوبلو هلفة إلى هلون هإنشك ولما انصرف الرسول ورسولك مركيوس قدومي عليه الصلاة والسلام سألت إسلامتي ميبا ويديدي عن الرجل اللنكي الذي كاسو أشار عليها أن تلمامي أن تكلمه مركوسة دهب يوسك صبرتي اسكو قرستي لانكسي دهات
انقرصتوا لها هذا لنكن إشاري أي هو ويديد فقيل لها ما يبلغ أري إنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. ثم قامت ثم إن تسكديب أقامت نقاتي إسلاميتي ولا للطل راسي عدي حتى قدم ركب إلى سفرية كويان فيهم سفرية أسوك دهجرة من تثق به لن يخلص أنت. فجاءت كويتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان كويتي وقالت ميرتي يا رسول الله لقد قدم ميبا كويي هقلي رهد جماعة ومن قومي قوم كي كمده لي أنين إن كسوغناتي فيهم نتي ثقة لأنك كلا سوغنا إيو بلاغ لن إديرسيو لن ميلان أنباهنا إديرسيو يعني قدرة على إيشالي إلى أهلي ودت أنك كلا سوغنا يدت كاسين كجران ما كنت كاسرع فذا. فكساها الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك إله درسي دري هيردا سوسي ومنحها ميسيي ناقة حلو أو تحملها يا كراس وهم برس وأعطاها ميبسي نفقة بيل أو تكفيها كفلا أو درالسي حلولسي فاشنقهم قريئي وبيل إباسا كفلا إلا يميلي أن سؤدك دي رسولسي. فخرجت عبطي مع الركب دتكي أو ميلاه جيدين يا اللبط قصدت طبعا أو دودسي أو رسولك أو قبرتاس عدي لدالتي دمها أرقناو كتبتي أنا فير فيري من سواس مع أرقنا ولا ساسن بلغاني مع فير فيري. قال عدي مأري ثم جعلنا ميبا قلقلنا بعد ذلك مركز كدب نتنسم ده. قال عدي ثم جعلنا ميبا قلقلنا بعد ذلك نتنسم إنونا خر هذهنا أو دوا قلنا أخبارها يرتي ولا عليها يتي ورشة مدينة بالجيء يقف على تطلع ملك لسوبي ويقضون سدي ويدلي ويهاي ونترقب إنونا سجنوب قد قلنا قدومها قلوشي أخبارتي أهديرتي إني إحسان لنسوبي أو لا حفظها أحبتي نصنوها أنكويتي ميلي ميبا قد قلنا نترقب إنونا سجنا أخبار قدومها كويوشي ونحن أنونا لا نكاد انسجانا نصدق إن رمينا ما روي لنا ولنا هنغري ومن خبرها ورشئه مع محمد صلى الله عليه وسلم نقول محمد معشي يو إحسانه إحسان إليها يعني إحسان فلي كل ذلك الإحسان إحسان كاس أن تصدق يو قالها يتلون أدون سنة أو لسكعفي وهدنا إحسان كاس در كاسي على رسل ما مسكس منصوبي ونحن رمي سدانا مع ما كان مني تجاهه ولا نهجيك جري للقبة أو جهري مع ما جن للقبة أو كان هاي مني أن هجي تجاهه أما تجاهه ورسولك جهري أنا كسوب يعني على تفر بدن إذا تفر بدن يعذوه فر بدن يا رسولك أنا كسوب أنا ما يفعل لا يمركون عذوه بس أو كلا إني أن إيوه بقى أنها ندوة حسن الله معامل الدونة في الله إليه فوالله إلهي كدار ذي إني لقاعد أنا كوفدي وهاي في أهلي أهل كيدتي وفدي إذا بصرت ميب أرغي إمرأة بلامي في هودجها هودج يكدها جرت الهودج محمل له قبة ولبوا قروب وقبلة وبحالي رأسي من هروبك النصوب يو يوضع فيه يوضع فوق الناقة هلوكر جوال الدجية لساري لتركب فيه النساء وسبيل عن تمر كاسي ينكرت. فوالله إلهي كدار ذا إني لقاعد أنا كوفدي وهاي في أهلي إهلك التي وفدي إذا أبصرت ميب أرغي امرأة بلا ميت وأرغي في هودجها هودج كداجرت تتجه عن جهي ستي وعن سعط نحونا جهدا عن سعط. فقلت مير إليا ابنة حاتم يعني هذه ابنة حاتم سلامتون هدررت الانت حاتم يعني ولا علي وكويت ابنة حاتم قفتونها دررت حاتم اريتيسو عدي من حاتم هي ابنة حاتم فإذا هي هو بي كويتي وابي يبو إلا ميتها دررتي ميبا نغتي ابنة حاتم نغتي ونغتي فإذا هي يبو هو بي كويتي وابي يبو. ف
فلما وقفت علينا مركية كركانها سرنتي يا بادردني ما يبايك اللي دق دق دي بقولي هذا الجي القاطع الظالم قراب قلك ظالمك يا إرت طب أنا كركيها سرنتي لقد احتملت حقابتي بأهلك أهلك وهم بارتي وولدك أولاده وهم بارتي وتركتها كتبتي بقية والدك أو كهراجي يو عورتك عورتها كتبتي ابتفيري بلا أنت أي أولاده وها كتبتي أو كهراجي أو ولا لا عورتها أنا ملاها كتبتي ظالمة تقاضي أقرب قوي فقلت ميري ليا أي أخيا ولا ليو لا تقولي أن أرت إلا خيرا خير ما هنا والكل أن أرت وجعلت ميبا قد قرأي أري أسترضيها إني أنا رالي قلي حتى رضيت إلا يرهال النغت في أنا نسي صباي يرهال الله وساسمئة من كتير قلنا إلا مرك الدم يرهال لك النغت وقصت علي ميبا إنك شيكيتي خبرها ورجا وإنك شيكيتي مرك القاضي مديني اللي جاي ولا يهلا كل منها إن كورنتير فإذا هو خبرك ما يبوا كما تناها إلي سونها نندري وركنا يحتي إنك شيكيتي يوركنا إنك شيكي ياي إسكمي ذا النغذي ومس خلاف سنة فإذا هو خبرك إن شغايتا كما تناها إلي سونها نندري ياي فقلت لها ما يبان أري وكان بيانا ما يبهايتي بلا ميتاس إمرأة بلا ميهايتي أو حازمة قوان لوهايتي عاقلة وان عقل بدنهاية فقلت لها وكانت امرأة حازمة عاقلة وجملة معتربة فقلت لها ما بنقري ما ترين ما أرغاس في أمر الرجل لن كون أرنتيسا أرغاس يعني ما بنجيري محمد عليه الصلاة والسلام فقالت بلا ميت مرتي أرى ما بأرغي والله إلهي كداردي أن تلحق به إني أذا أنسيت سريعا سأكسئ إني أضبطت أو صدقتين إني أذن كسيتي أرغي فإن يكن نبيا هؤس النبي فلسابق إليه فضله لنكن هرمري فضل جيلي هؤس النبي لنك هرمري لنك قدالك كويس مد من أغضايا سابقين تدرج قاره ولي إلهنا سبحانه وتعالى دت سابقين تأه أجر قاره وإن شاي والسابقون الأولون والعب رضي الله عنهم وإن يكن ملكا هو سبغر إيه نبهون هاينه سبغر لإيانا فلن تذل ميك الدل يو عنده باليس وأنت أنت أضو أغأت هو بغر إيانا باليس ميك الدل يو ميرت أنا مي باكين أرغي إني هذا سيهت لنكاسي قال عدي عدي ميري فهيأت ميبا دياري جهازي ألعبتي جهازي ميلا ري لنكمر كوس سفراهي ولو سقاضة وصحيتيس إيقاديد شيء يقدر شيء ولو سقاضة وجهاز الأري فهيأت ديار جهازي ألعبتي ديار سدي ومضيت به حتى قدمت إلى أن قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي في المدينة مغارة المدينة سره من غير أمان ولا كتاب أن أقول لك أمان سنة إنجرن أمان كوليبوا مسلمين دقل شميبا هاي وهي حتى جاهل نسوبي جرينا لنكون قال كأه ومحارب كأه وإسلام كله ديغا لماو لن مسلمين تكمد أمان سيا لنك أسلم وين لي هذي لن ير لي هذي مغل لي هذي بلان لي هاتي أو لن هقامي لي هذي ما هينيب ولن مسلم هو بير قالكم أني أمان سي مسلمين تلمان تي أمان سي جر جاهل نساس أوكر حلقي جاهلية عربتي مركيس ديغاليين أو لما من قبل أو ديغالان دهي لنكو كميد دواكوية qabiilkii iyo deegaanka lan kamid oo aan seedey inay leeyahay amaan isii haba wareelan dadkii meelo soo gaan la seedey lan ku ani amaan si leey lan kaasi lan dhawaado ma jirajir ummahani radiyallahu ta'ala anha ali al-gal walalis en wadaadkii qabi maalintii ma kala furaday oo gaalahay en ya amaan si leey rasuul ali oo walaalashayna dhaarsanay si digay gaalka markaas ay markii amaan siiyay Cali Maare lankaas amaan mayse way dilay rasuulka an kooyti markaas meertay lankii an amaan si Cali Maare dilay rasuul ma erayhi ajarna man ajarti ya ummahani lankii ada bid baali amaan si inuu amaan asin Adi Maare radiyallahu ta'ala anhu lan amaan isii yaani lan gal muharib wa hay muslimin tii dagaalamay
lan amaajeena ka digeen aanu lahayna kitaab oo lahay in qori oo hagala korteen in jarna ya dalagaha keere magaaladeed ku tuuri wa kana qad balagani wa kana balagani minha ideeray annahu qaala rasuulku inuu is ari inni la arju an may barajeeyay ayajcala allahu ilahi inuu is weela yada cadiyin cadii galantiis fi yadii galantay inuu ishagili ma ilaahay ka rajeeyay cadii inii galantay ishagili meere fadakaltu calayhi angale وهو في المسجد يسوي مساعدك كجري أن قال فسلمت عليه سلام فقال ماري من الرجل أي لنك فقلت ماري لي عدي من حاكم عدي فقام إليها إنكه وأخذ بيدي قال أنت يا قبضي وانطلق بي إلى الله إلى بيته قرجي إلى الله فوالله إلهي كدار ذي إنه لماض مي لماض بي سؤال إلى سؤال إلى البيت قرود إن لسؤال إذ لقيت أي لكلن تي امرأة بلا ميت وضعيفة تقدر مسكين وكبيرة هذين إسلاموين دعوين يلا كلن تي ومعها أي لسؤال بلا ميت سبي النجو صغير يا فاستوقفت ما يبقى ضلبت بلا ميت عدي رسولك إلى سؤال يا ميرته إنسرم وجعلت ميبا قد قلت تكلمه إني الله هذا الله في حاجة لها باهاية انصغنا إني الله هذا الله فظل معهما إسلاميتي ومسكينتهايتي وإيلكهايتي نجي يا رسولك ما عجوها هذه حتى قضى إلى أسهن قد حاجتهما باهاية وأنا واقفنا لن سرنا فقلت في نفسي ما سأريكي نفتي والله ما هذا بملك إلهي كالأرض كان بغرمة يعني بغرضة ما يبالك كسائي دغنجو هذي تكبر إيه إسلوين لان مسكين مسكين إيه إسلام تعجوزي من سر ما يم إسكلوين لان كون أمدر لان دابد تيغنتا إسلام تعجوزي إيه جيت كون عبار لتيغني ما إيه كان بغر ما يسر ثم أخذ بيدي قلنتي قوضي ومضى بي إلى سعودي حتى أتينا إلى أنسان منزله قرشي فتناول ميبها قوضي وسادة بركن كؤمن أدم مغارك صوبسا محشوة أولوك بويي ليفا قبكا أما قلوفك قنبغ لك بويي أما تمرت فألقاها إلي أنها إنتوري وقال ما يأري إجلسك فدو على هذه فاستحييت حشو ذي منه سيجي وقلت ماري بل أنت تجلس عليها ذيك فدهرس فقال ماري بل أنت ذيك فدهرس فامتثلت قال ذي أمرشي وجلست عليها بركين كيك فده ذي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم رسولك نفده ذي على الأرض دلوكك فده ذي إذا لم يكن ميو ولي ما بكسوغنا ينب في البيت قريبا سواها بركين كلا أما قول كلا كفده ذو دم جرنات بركين تاسلي تالي هو أنا كفده ذي سلوكا فده ذي فقلت في نفسي ميس أريكي أدنا والله إلهي كدار ذي ما هذا بأمر ملك بغر أرنتي سماء جروجي سمع هذا الله نثر كون أما حديث كون نوع عسوك لا الحافظ من حجر ميبة المامي إن بضن هذا أو قيب تسي عدي سيدوجي كمدة حديث كاس إيه حساري إمام أحمد إمام الترمذي يا حساري لكن ولير يا كبدل أنت ما هي مركز حديث كأحمد يا الترمذي من حجر سوس الشابو كتاب جي الساوة اللي يا رسول كان سيدي صلى الله عليه وسلم مسايد كان كسيدي dadkii ma yareen hoob aan seedi hada adii ibn haatim adii koo yadkii yareen oo waan aan seedi wajiitu bixir amaan wala kitaban aan seedi markaas ka horna rasuulku ma yareeyay in ila arju ayajala allah yada adin fi yadi inii taas erina deegi yare mar adii markuu hasuru mi rasuulka galnaa ya qobadi uno bererno bilaamay taas inu gaasa la kulumeen oo markaas ma ereena bilaamay tii nugi ee keenbaahna haaji koolena iyo la surumi ila iyo haajidi oo han dhamaaysada faqultu fi nafsi adidka ahmad iyo tirmidi ma ka daro kadib maray habay galantay qobadi ila markaas ay isii jeey gurishay een odoomayto ama gabarto gurugroog jadidka meelaya falqad ilayhi alwalidatu wisadata fajalasa alayha gabartu idirogdiya barkan koo han tuurti ka fadheeri
meelaha dashaka sheegay barkinkiha qobadii ka fadhowa cadii rasuulka yare xadiidka axmed iyo tirmidi meesha sheegayaana hooba gurugu naseeni gabarto yar gurugu roogdiya barkinka waa dhiibtii rasuulka hantuurtay rasuulka barkinkiha ka fadheedi meerahi wajalastu bayni yadayya nin hortiisa fadheedi faqaala markaas may erayn markiina hortiis fadheedi hal taclamu min ilaahin siwa allah kasaasay ilaaha oo ilaahan ahayn faqultu meeray leeyaha maayo laa ma kaso uma qaala meeray leeyaha hal taclamu shay-a akbara min allah walilaahi kuwiin ya kasaasa faqultu meeray leeyaha laa may qaala rasuulku meeray fa ina alyahuuda maqduubun calayhim wa ina annasaara daalluuna yahuuddo wayn berafi nasaaradan walibu adakama deeta dad dhunsumo wa ina annasaara daalluuna matala xadiidka kaasi meela ka dhamaaday xadiidku kale oo qeybtaha socota ka mid eh yaa tilmaame ee riwaayadda ka mid a meelay axmed iyo baqawi yamay baa wareen kitaab jeyin baqawi kitaab jeyin mucjamka ee keyrsho yamay baa kuwareen cadii radia allahu tacaala canhu meelay rasuulku markii laha diri sala allahu alayhi wasalam eedan ka hadi eri ka hadow doran ya rasuulka ka hadi markaasa bahi eri ilaa an ahaada anaa ku sugnaday fii aqsaa alard dhulki meelen ka dambaytay ilaa ana kaseeda meela dusu sheegay qisadana ninka maraayay bilaadi shaamin uusa seeday oo qeybta oo rum hiigda maray cadiya meelo ana seeday oo maqaamkay ee dalkay markeena ku guuray meelo lamaad markay ana seeday meelihii haddana ka haday ka hadowkii rasuulka ana ka hadaaya ka hadow ku durama mayba ka haday dhulkiya ka haday er markaasa mays ereyleya kuwarama haddii aadan seeta lanko lankuun adduunyada qubsadahay ada koroorahayta haddii adan seeta kuwaranba hob uuse beenlow ayi makoo qarsoomo lan beenlow ayi hob makoo qarsoomo hob us markaas run sheegahayoona rahaas markaas mareha qaabili ilaan madiinaha ka gala markaan madiinana kooy dadka hin hanqalteeyeen langla kasoo ahay may ereen cadi ibni xaatima kooy rasuulkii an kooyi eri markaas may erey yaa cadiy aslim taslam cadiyo islaam bidbaadasi aslim taslam faqultu ma erey leyaa ina lii diinan ana diina laha diina laha diinta nasaraani leedo taasa haysan faqaala ma erey leyaa ana aclamu bidiinika minka diinta ada sheeganahayd anikoo kase alasta tar'asu qowmaka dadka madax mung ihidii ad ma erey leyaa haa alasta taakulu taakulu almirbaac xoola oo dadka ha qanimaysadaan afar milood miilo ma aamaso faqultu ma erey leyaa bala haa qaala rasuulku mareey sal allahu alayhi wasalam fa ina dalika laa yaxilu laka fii diinika mirbaac ini ada aanta diinta nasaarada ena kin xalaalayaas marku wal diinta kinka xalaalayaan iyo aamas faqaala ma erey leyaa hadana aslim taslam islaam bidbaadasi qad adunu may baan umalayay inahu inamaa yamnacuka walkalma inaada islaamta maba kin diidahaye gadaabatun taraaha miman xawli danyaraanta ada ka aragahayta dadka baala irow muslimiinta ah wa annaka tara annaasa calayna ilban waaxidan iyo dadka dhammaantiyo colax nin qaadin dadki dhan geekani la dagaalsanyin arrintaasi laka yaaba ini ada kin diida inaada islaamka hagal markaas ma erey leeyaaha hal atayta alxira meeli xeedha la eroo mada seetay cadiya la eray rasuulka era qultu ma erey kii lam aatiha maseena waqad calimtu makaanaha xeero meeli ka taal laakiin ogaade lakin hor maseena qaala rasuul marey sal allahu alayhi wasalam mayba dhow inii ah bata bilaamayta gaadiidka saaran oo xeerin iyo ah kutabta iyo markaasi lan ilaalayow ama lan bidbaadiyow inan wadana ilaa iyo markaas maka kooyta beytkiya dawaaftiya dhow ilaahay ka dhaaladay rasuulku meere maybana nin furu doone kunuusa kisraa ibnu hurmus kisra ibnu hurmus keedjay iyo kanzijayna nin furu doone cadii meeley leyaa kisra ibnu hurmusa markaasa rasuul meerey haa rasuulku meere walaa yafiidanna almaalu maalkan hashiba ma doono xataa yahima arajulu man yaqbalu sadaqata ilaa lanka iyo murug kanagata sadaqada ay koo qaadade lankama ay ka fikiray ilaahay hadikiin bii lahay sadaqada lankoo aqbala ilaa iyo deertiya xoolaha shemo doona
adii maare markii dam yaa ka sheekay jiray markuusaa islaamu lamaaniiba aragay ari bilaamaytii oo markaas xiiraha ku tabaaso ma ka seedasa ani aragay kunuusa kisiraana ciidamadii furadaasi aniiba qayb kamid tahay tii ere tan kalena kooy doonta ere tan kalena qayb kamideena kooy tii qayb kamideena kooy doonta shaqan insharaa xadiidkaas markuun dheer axmed iyo baqawi ha wariyeen qaybtin dambe sheekha sheegaayo markuun waa kamid ah qaado doono qisadii hore qisadu i wala markuun axaadiistaasi aahaartasi qisasi dhamaantiyo iyo iska dartiya sheekhan in sheega doono uma iltafata ilaya kadib ha i fiiri cadii hadalahay uma iltafata ilaya waqaala may eray iihi yaa cadi ibna haatim haye iihi iihi laya iihi yaa cadi ibna haatim haye alam takun rukuusiyan ma hayna lanku rukuusi eh tadiinu bidiinin oo diinka dhikadaas diintaas oo bayna annasraaniyati wasaabi'a wasaabi'ati la rukuusi eh diintu nasraaniyad iyo saabi'an dhahayta oo diintis e ma hayne qultu meeray balaaha saasahay faqaala meeray liyaa alam takun ma hayne tasiiru koo socdaas fii qowmika qoomka dhatis bilmirbaaci ma kula socdaane yacni haniimadii rubacdii ma qaadadaane fataakhuda koo qaada ma hayne omimihijo maala yaxilu laka walxalaal kinka hayne fii diinika faqultu meeray liyaa balaaha cadii meere wacraftu mayba kasay annahu nabiyun mursalo naba lahaa dir inuu siiyey uma qaala lii maybay eray lacallaka maylak yaaba yaa cadii innamaa walkalma e yamnacuka inikiin diidahay min adduhuuli fii hada diini diintu inaad hagala inikiin diidahay maa taraahu walaad aragaas min xaajati lmuslimiina muslimiinta baahadiyo iyo faqrin faqirnimadiyo dadka islaamka hagala buuli walmahay sidaana diin dadshaba baaha markaad hagala la mirbac qaado ahaytee may kiin taraas inaad latiya laka yaabo fa wallahi ilaahay ka dhaaraday layushikanna almaalo maalkii hadhow an yafiida inuusa shibama fiihi muslimiinta dhatiyo xataa laa yuujad ilaa lan helna man ya'khuduhu lan qaadado sadaqada lan qaadadow ilaa la waayay yaa xoolaha shibamaaya oo lanka hooba usa araga xoolajii usa sadaqaysada fadow lanka qaada farxadagnagadaas walacallaka maylaka yaaba yaa cadii innamaa walkalma ee yamnacuka inikiin diidahay min addukhuuli fii hada diini diintuntan inaad hagala maa taraa walaad aragahayd min qilati lmuslimiina muslimiinta yaraantiyo iyo kasrati caduwihim cadowdii fara badan haanoo yaru muslimiinta gaaladiina dhini kasta kihiigan oo islata dadkun hataba lahaysid hataba la bursadahay marnoba la qobodo doona diintiyo galowja maykiin taraas inaad islata yala kayaaba xilligaasna waa nahayt muslimiinta yaraayeen cadowdiina idan fara badana muslimiinta koobanaayeen adduunkana markaas gaali buuti gaalada dhammaantiyo weli mushrikiin haadan weli oo furus haata weli ruuma haata weli yahuuta haata weli nasaraana haata kulli jo markaas muslimiintu colaadaan ahaayeen way colaadayaay markuu maylaka yaaba inaad isleeto muslimiinta idan tiri yaryin cadowdiina idan tiri badanyi mardhowa laka takhalasu doona inaad isleeta diintu markaad xaqnimadii ogaatay arrintaas ninkiin diidahayto laka yaabo fa wallahi ilaahay ka dhaaraday layuushikanna mayba dhow an tasmaca inaada dheegda bilmar'ati bilaamayta takhruju ha bahaaso min alqaadisiya mil xadiidka haduna ka tilmaamaan xeera ya qaadisiya ka sheegahay calaa baciiriha ya u gurbujii amaa ratajiya saaranta xataa tazuura hada albeyta ilaahay ka booqadaas beytkunkanga kacbada laa takhaafu axadan ila allah lan ilaahayn haynan ya onka obsadaan walacallaka maylaka yaaba cadiyow innamaa walkalma a yamnacuka inikiin diidahay min addukhuuli fii hada addiin diinku inaad hagala annaka taraada mayba aragahayte anna almulka boqortooyada iyo wasultaana awoodo fii hayri almuslimiina muslimiinta keyrja wa ku sugantay talada ay hayaa geeka awoodana haysadee gaalada markuu muslimiin iyo tale itaagtoonan ahayn hata may rahaas inaad islatiya laka yaabo waymu llahi ilaahay ka dhaaraday layushikanna mayba dhow an tasmaca inaad dheegda bilqusuuri albiidi sarooyo ed edaayan fii min ardi baabila oo dhulka baabilna kamid eh mandiqatun min ardi alciraaq
قد فتحت عليه مسلمين تقولون فوريا إن دي يقدوها ضوء وإن كنوز كسرى ابن هرمز لانك لا أراه كسرى ابن هرمز مركز لانك الدنيا ذا مركز روبدي لانك انك أمر تاقليا يا هاي كنوز كسرى ابن هرمز قد صارت إليه من المسلمين تلوري يا رغدون فقلت مري لي يا عدي كنوز كسرى ابن هرمز كسرى نهوز الكنوز إذا مسلمين تلوري غيانا فقال رسولك مري نعم ها كنوز كسرى ابن هرمز مسلمين تلوري غيانا قال عدي مري عند ذلك مركز بالية يشهدت مي بقري شهادة الحق شهادية أبطايتي وأسلمت إسلامي عمر وي عمر سي عدي من حاتم رضي الله عنه طويلا مرد يرى إلهي سي وكان يقول ميبا رجري لقد تحققت إثنتان لما أرموا طبنا غري وبقيت الثالثة أرن تسدها بها يرتي وإنها تنسدها ابن الله إلهك دار ذي لابد لغم أرمام كائنة تهارسه تنسدها فقد رأيت ميبا رجري المرأة بلا ميت أرغي تخرج يحبها من القادسية قادسية كتباسة على بعيرها يقر بجي سارنت لا تخاف شيئا يقول بأنك أبسدانا إلهي معين أحدك لأنك أبسدانا حتى تبلغ هذا البيت إلهي قرون أما كعبدها كديرس تاسي دي دير يعني مسلمين تي أمر كاسل الله هاي تقدر من بلا ما يتسمركيها سؤلات دب مسلمين كده سؤلات وقال أمك قشق الشعبية أمك قبسدايا أمك فرح المهية أمك دباتي أمك أبسدات دب مسلمين وكده سؤلات إسلام كي أو يراي إلهي سبحانه وتعالى بالله قال لي أو تربغ نايتي يمي بانجي سمينا قار وها إسلامي قار نوليب وها إسلام كوستيس كويا ونغذين داد أهل الذمة أي جزيل لك قاضة وحكام دي إسلام كو هقان سنغن نغذين تاسيسا فنديل وكنت ميبها إلي عدي في أول خيل إذا ماذا هرموت جو وهاي أول جو عندما ناس أغارض ويررتي على كنوز كسرى كسرى كيتشي عندما دي مسلمين تهايتي ويرراسي أنيبك جري أري وأخذتها وانا قدت أرنتي أنا ليابونا هاي كسرى من هرمز أمر كاسي نسبة إلى هاي أدونك إسكدكاي يا مسلمين تمرك الدنب وانتي ويررن يا بيت المال كسرى ولها قاضي ومسلمين تيها قاضي أو مركي هناك شيك يعني سراقة ابن مالك الأشجعي عمر حليقي كي جاي مركي عمر لنشاني رضي الله تعالى عنه كيكي أو كسرى ابن هرمز ملي يالي دهبك إيو لولك إيو الدنيا لحولاجي أنه عنه مساعدك هسين كفتني تيو عمر أبصدا يا هايت إلهي وإن كفتنا يتاه حولون أراد رسولك محسين أو بكر نمسين إلهي هو دد أولا كسبع صواب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون دد كلاري إلهي وإن كوالي إلهي كمن قلعي مثل أن عمر ولو سأرقي والأعود إلهي هاي لأنك الدنيا أنك كبر بضناي أنك حق بضناي أنك مال بضناي حولك خاص كهايين وس الشخصين اللي بس دي جري هدي دد إيه هذا الهاي هدي لماذا السوار الجموي قال أنتو سقلبي وقالي كهايين إيه بيت المال إيه حولك كجرين المسلمين تلنشين سراغ ابن مالك أولا كرهد بادي هايان ينتي لنغوري ميلا ري قاضي لان وإلهي ان معذي عليه كسر ابن هرمز حكو قاضي سراغ أولا بدوي ايسي إلهي اسمها دلا اسكده يذن ميلا يا كسر مركي لنشيري عدي مركي هورا إذا ان ليا بناي لكن سؤال نولي إلهي دير سيدان دير عدي مركون تنسيد هاد ندي دونتونا مكشاكي سنعينا ماري وأحلف بالله إلهي كدار ذي لتجي أن الثالثة تنسدها أو رسولك إن شيري أوه حول إني حشب مدوننا ماري تاسين كويتي أو كويتي وقد شاء الله إلهي ميبدوني أن يحقق إني سببي قول النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نبي الله محمد قول جي نطبعي يا إلهي دوني فجاءت الثالثة على مدى سدهات نيانا كويتي أما كويتي في عهد الخليفة الزاهد العابد ماذا هو إنه ودنيا ذاك الزاهدي وعبادة بضنا يزمين شيء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه
حيث ميل أوفاضت الأموال حولي وحشب من على المسلمين مسلمين تحك شب من حتى جعل إلى سجود قال مناديه لنك عمرا ناليو ينادي إني سكنادي على من قف يأخذ أموال الزكاة أي قال ذي حول الزكرة ومن فقراء المسلمين فلم يجد أحدا لأن الله درين ناديه ذكر يا لشان اي ذكر قال اي دن يرى وهر لا حالين كو يوم له لم بحان انا دين درار ليلا او قال حالا وكتيغن ام دصدي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله رنا شيء وبر عدي بن حاتم عدينا اسون كبار المنصوب بقسم دارتس والف بالله لتجي ان الثالث انت اصلا بدك مدينه مبشراتك اسلامك والبلن رسولك إن شجع عليه الصلاة والسلام يوم دين كهروس الشيء سنوات كوري دين أساسا دين والبلن رسولك إن شجع هو أن دينه ولهدنا دين دونا عجرا ومرغى سلام في رسول الله مرك الشجعي ذات بلن إذا غريب الله هاي عدي من حاتم نفس مرك اللي الشجعي كثر إنه هرب السؤالها كنجد سراقة المالك مرك اللي أري كورم بعد أضوا مالن تظهير داسة سوارة كثيرة من هرمز وغريبة العائتي وأنا سيدان ديدي مبشرات كان رسولك إن شيء عليه الصلاة والسلام وأنا ديد دونت قبل قيام الساعة ميبا كمدة رسولك مري عليه الصلاة والسلام مسلمين يهودة دقال مدونة مسلمين يهودة دقال مدونة رسولك مري عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود قيامة من دقاء غاس إلى مسلمين يهودي وكل دقاء لمايا فيقتلهم المسلمون يهودي ويقمايا أين قمايا مسلمين تقمايا يهودي وبحثت كهيا مرورين قيدي وكقب ذن يشيدي كقب ذن إلهي كهذا لسي فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فقتله قيل يا مائر مسلم قيل لك يهودي كقبل كويدل قيل غرق عبد الله رسولك كرائي صلى الله عليه وسلم حديث كاتوليبها في صحيح البخاري ومسلم يكسبني بشارة رسولك ان ينشابيه مدين يوان دينان قيامة مدغاغس رسول ابن ينشابي عليه الصلاة والسلام اسلامك markii koob bilaawday mid ka bilaawday qurbi ka bilaawday wadadki islaamka muslimiinta ay Allah gumaado garibnimada ismay banko doranaayte nabi ilaahay muhammad oo ilaahay rasuul shee ah magaaladii saka dhaladay ma ka hayti oo saka barbare oo afartan sano iska deeri yaa soo dhumado yaa magaaladii ha ka baxay oo la dabroo yaa magaaladii ha ku baxay markii samoodi ma haytayeen تي قالا يا رايان لانكي اسو نولي اما اسو دمليشانا بقول حالا الله سيا قربي هاي رسولك الهي او دومداي قالا دي كو دومداي مديجي او بيس سارنت ابو بكر رضي الله تعالى عنه اساس اوكل دك مسلمين تاين او مركاس مؤمنين تاين رسولك روميين مغالا مكه لك عقاوي ولا كسل عياي رسولك سو ارغ ولا ان قبو دقت صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة كأتكي سيدي بدأ الإسلام غريبا يعني لانكي او إيمانك الدورة ذا ما يبقى مركز أنبان بهاي دب شذن لان اسكتها الطوري اوكي لهاي إسلامك غربة كبهي مركز ديما فتوح هذا لهل قال لي ورسولك عليه السلام هبور سيدين او مذيجي حول ساري مركز ديما رسولك قلن ياجي هقلن رسولك مركز إسلامك اوزا اوديس بالله رتي اما اري بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ إسلام كما يبقى بالله وذي سوء غريب أي غربة إنك نغض الدون غربة إنك نغشري حتى له لكن لأنك أرى إسلام كي يقعد ذي وأنا سيء أن قال ذي ما يبقى نغضي هالأدل وأن نغضي ميلو سكون الله ضوما هلو تكون هو كدب الشيكا يا يان ما يلن أرغي لن والا لنكما ينسبب الدنيا ذا ميلي أن سعتم الله سعده ما ينسى العيد بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا ما رسولك من شيء فضوها للغرباء ذا تاسيء غرباء أناس
صالحون قليل في أناس سوء كثير دد ير أو ففيلة دد بلا محون كده جران من يضيعهم من يعصيهم أكثر ممن يضيعهم مركيو هذا لان دد كدو جو ديغيان إي دد كامر جو ديغيان أي بغانا دد كامر جو ديغيان من يعصيهم دد كي دد كاسي غربا لا ورجو دد كد ديغو إيو دد كعاسيو أي بغانا دد كامر جو كعاسيو بغانا دد كاسي أو قلبة إيه أو صابرين تأه أو غربة تأه هو بيصبران إلهي رسول يمي بنينك بشارة يهدنا إن إسلامك عزيزي إلهي سبحانه وتعالى قلنتيه كحق جيدا مركل اللي يهودة اللي لديها لمه يهودو اللي بواها تلكم اللي لديها لمه شمبروم اللي لديها لمايان ضد مسلمين أول اللي لديها لمايان تقالك إن ميلاك بالله وده تقالك إن ميلاك بالله وده تفاس دياريه إلى هذه الرميانو إلهي تلا سارين أو رميان الدنيا ذا لأن كسا كسا سنوالا بأمرجة يحد ذيني بلد لي كنوالا ذي بادي لي كنوالا ذي واختي إلهي كينك ترقى لهو بأذا ديرت مدافس واختي أبو الله ديرننا ديال كستو أذا قلونا مدين مداس وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ذات عقيدة ذا قادة ذي كدبني إلهي تلا سارين سبحانه وتعالى نفتيونا نغذين نف مؤمن أكدكين والإله سبحانه وتعالى اندري أو صوبيين والإله كرابين كهرين كتابك إله سبحانه وتعالى يصنع رسولك انت يبردين يؤدقن قليين ونفتيو جاهلا كهين الدين تسلامك انت يبردين كدقن مين أو كسوء ذاين دات كاسي إله سبحانه وتعالى قال انتيو كدب يدونا الدنيا ذا نمت رياسة إلى عالمكم يك حكم تيك مامولا حكومة إسلامية خلافة راشدة على منهج نبوة يكوي دونتا قالوا لما انتيو حوز كوي دونا انت تكمل رسولك نشاء عليه الصلاة والسلام لن مهدي لأرو او آلو بيتك كمدة انو يسحبها دون ما رسولك نشاء عليه الصلاة والسلام اني كوي دونا نبي الله عيسى عليه السلام انو يسهدي دون بس عمر كاسي دتكنا كمامالو كتاب قرآنكم يسوند رسول صلى الله عليه وسلم مسلمين تهدد قالوا مركيو اللي ديقها لما ين ما يبقى اللي ديقها لما ين قالوا اسلامك اللي ديقها لما ين لانك اسلامك سهور سرمية اللي ديقها لما ين مركيو قالوا اللي ديقها لما ين سيد ارمود بون كوريا اني اسلامك هقلا خوبيو ديران اني جزي ديران قال لما دي اكسوهم اني جزي ديران نفتيو ايمار جون اللي مبيت بان خوبي أقول لهم جزيري جزيرة لك قاعدة وانوي بدبادي خو إسلام كي معقلان جزيني مديبان ويرى مركز اللي ديقى لما نبي الله عيسى عليه السلام هو سكوية حتى جزيمة كأقبله لما الله إما الإسلام وإما السيف لانك إسلام أما قرطلة كين دايريين تدبلا وكمي دي أهل كتاب كي يرمي دونا مباشرات كسلمانتيو رسولك نينشي عليه السلام وأنا يوم كويد دونا ولا تعلمون نبأه بعد حين ابن حجر الأسقلاني كتاب يساوى ما يبقى الشيء إن المبارك رحمه الله تعالى كتاب يزود يا مبوري أما الشيء ابن عيينة كوري إنه كشيك شعبي شعبي ما يرى ما يبقى كشيك عدي ابن حاتم عدي ما يلي ما دخل وقت صلاة قط صلاة وقت جمع قال ولي شيء إلا وأنا أشتاق إليها إلا أنا صلاة حيثاً قوان هلو سنة ليس رادو وقت جا كويس عد من حاتي ميبا معروف كهاي السأب دي أوكل إلوس لان ديغ في هاي لان قلن فرون هاي ميلي من حجر إمام أحمد يا ميبا هوري عن تميم ابن طرفة قال ميري تميم سأل رجل عدي من حاتم 100 درهم لان كومي عدي ويدي سيدي بغل درهم إسي فقال عدي ميري تسألني 100 درهم وأنا من حاتم أنا إن حاتم هيا بقول درهم ويدي سلاسة يعني بقول درهم ويانيو ويأي ويدي سلاسة والله لا أعديك ولله كده أرد مكسية سيبقول درهم ويدي حولمي ويدي ستر كدر في مالا إله كده أرد مكسية ولا بقول درهم عدي من حاتم رضي الله تعالى عنه ما يبدل مذي سنتك 68 بهدو يسيت وما يلا الشيء إنه سلمي ذي لانكي مختار لإرائي زمين شيء وسو أمر كاس بولي لبعا تنجرنا فضانها مرد بولي سيتون إنه ديرين ويشيغي
رضي الله تعالى عنه أبو ذر الغفاري وبالله توفيق.